نكمل معكم مشاهدينا بزوايا فنية ومشغولات يدوية. صحيح، واليوم رح نتعرف احنا وياكم على فن الكروشيه. يمكن النظرة الأولى احنا فكرنا فقط صوف، ولكن في تفاصيل رح تعرفنا عليها ضيفتنا هنا في الاستوديو مي عابدين. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا. أهلا، يسعد صباحك. يعني شايفين تشكيلة كبيرة هون موجودة، بس قبل ما نحكي عنها بدنا نتعرف عليك شوي مي، على هاي الهواية كيف بدأت وكيف وصلتي لهذا العمل؟ أنا مي عابدين من القدس، درست علم نفس بجامعة القدس المفتوحة، بس ما توسعت كتير بدراسته لأنه ما حسيت مجالاته واسعة، فحبيت أني أتوجه للفنون وأني يعني أمارس هوايتي فيها وأنميها. جميل. فسجلت بعدة دورات وعملت صفحة والحمد لله لقيت أنه في إقبال على هاي. طب ما ليش اخترتي هذا النوع تحديدا؟ يعني الفنون عديدة وتحديدا الأشياء اللي ممكن أنه نزينها ونبرزها بهذه الجمالية هي في لها أفكار كتير، من خرز لمشغولات يدوية أخرى. ليش اخترتي هذا النوع من الفن؟ هلأ أنا صراحة ما بلشت فيه من البداية، بلشت شمع وصابون وإكسسوارات، بس حسيت أنه الشموع كمية استيرادها من الخارج كتير كبيرة بأشكال وأحجام، خيارات موجودة فما رح أتميز، فحبيت أني أجي لشغل الكروشيه أنه مستحيل تروحي على أي محل وتلاقي أنه في قطع جاهزة مثلها، يعني هاي بأغلب الأوقات بتكون هاند ميد. فحبيت أنه خياراتها واسعة على أي مناسبة، زواج، خطوبة، بيبي، يعني إيش الزبونة بتطلب بنقدر إحنا نوفر لها بالحجم، بالشكل، بكل شيء بدها إياه. طيب يمكن لما شفنا أنا وعلاء فكرنا إنه هو صوف، فبدنا نفهم شوي شو الفرق بين الكروشيه والصوف، كيف بندمجوا مع بعض، شو اللي شايفينه قدامنا؟ هلا هذا السلات اللي بيكون على قاعدة خشب هو خيط كليم اسمه، بيجي سمكه أكبر من الصوف، الصوف هو جلايل بيجي، هذا صوف. هذا صوف. والخيط اللي له كتير رفيع وبده شغل كتير لأنه ما ببني. أما خيط الكليم بسرعة بنرتفع في الجدار، يعني بيعطي للسلات كتير أفضل، هذا ما بنفع سلات. وهذا بتشتغليه بالسنارة كيف إحنا متعودين؟ بالسنارة، بس هذا طبعاً مقاسات سنارة كبيرة بتكون، أحجام بالملي كبيرة، هذه مقاسها بيكون صغير، يعني على مقاس الخيط. طب ما هذا بيعني إنه بده وقت كتير كبير وتركيز أكبر أكيد. كمان، فكيف اشتغلتي على هذا الموضوع؟ قديش بياخد معك هذا الشغل؟ هلا أنا قطعة مثلاً مثل هاي إذا بدي متواصل ما هقوم من مكاني من ساعة لساعتين. لانه ما بحب اني اشتغل بسرعه ويطلع اغلاط بالشغل. أكيد. يعني الفينش لازم يكون ايوه، والبدايه والنهايه يحاول الزبون انه ما يعرف من وين. طبعا هذا احنا بنحكي عن لون واحد فقط، فكيف لو كان في الوان اكثر؟ كيف تشتغليهم؟ طبعا بدمج لما بخلص من خيط بدمج في خيط ثاني حلو، يعني تداخل الالوان بيطلع كثير. طب خلينا نتعرف شوي على الاشياء اللي موجوده معنا هون. أكيد. ايش الخيارات اللي ممكن نعملها؟ هلا من مثلاً الكروشيه هون ام طلبت لغرفه ابنها سله باسمه، انه يحط اغراضه، مستلزماته. هون هي نفسها الطلبيه، ام طلبت لبنتها باسمها مريم. جميل. حطيت وهي لهم استخدامات عديده، يعني كثير ممكن للاقلام، للمستلزمات، هذه أغراضه، هو إيش الطفل ممكن يحط فيها. هلأ مثلا هذه سامبل على وقت العيد مضيفة، خلينا نورجيها للكاميرا. عيدكم مبارك. هذه عملتها لعيد الأضحى الفطر، آسفة. وللضيافة بتنفع، وللضيافة للشوكولاتة للمعمول. في عنا كمان خيارات للعيد. هلأ في عنا هذه لعيد الأضحى تعليقة حلوة. جميل. في عنا لرمضان كمان شايفين، وفي عنا لرمضان الهلال. وفي هون للصبايا كمان، هون للصبايا شنط، وهون شايفين هذا باكيت محارم، في ناس بتحب انه نلبق معه سله انه يكون طائم. حلو. طب احكي لنا كمان عن الالوان كيف تدمجيها مع بعض، يعني دائما الواحد بحاجه انه يتابع كل ما هو جديد وعصري في هذا الموضوع، تحديدا اغراض الصبايا، احنا بنحب الالوان. صحيح. دائما بنحب ندمج كمان. صحيح. هلا سبحان الله بتحسي النساء الاكبر بميلوا انه دائما بيطلبوا بني، خمري، هاي الالوان الغامقه. هلا انا بالنسبه لي ما بصدق صبيه تطلب مني، لاني كثير بحب الالوان، بحسها طاقه ايجابيه، بحسها طاقه حلوه، بحاول اني ادخل كل الالوان، ما اخليه انه حلو ندخل الالوان. بس سهل، يعني مثلا لو بدنا نحكي عن هاي الحقيبه، هاي الشنطه احنا شايفين، بعرفش اذا مبين على الكاميرا، اصلا في تدرج بالالوان. صحيح. ما بين الكحلي الغامق والافتح منه بدرجه قليلا، بس لو بدك تعملي اكثر من لون فيها هل بنفع؟ اكيد طبعا بنفع، وطبعا احنا بدنا نراعي انها الالوان تلبق على بعض، انه مش اي لون، انها تكون من نفس المشتقات، الوان بتجي على بعض. وقد ايه بتقدري تدمجي؟ يعني بنقدر نقول صف صف من الالوان، كل ولا قطعه نعمل قطعه لون.
لا كل صف. كل صف بنقدر نعمل لون. وهذا قديه ممكن ياخذ معك بياخذ وقت. وقت يعني هاي قعدة متواصلة أخذت 3 ساعات بدون دمج ألوان. هذا تعب. طب في حدا عم بيساعدك مي بهذا الموضوع؟ لحالك؟ لحالي اه. وهذا اللي بتقومي فيه بحياتك، هل في مجالات مهنية أخرى بتشتغلي في عمل ثاني؟ لا لا، فرغتي لهذه الهواية. فرغت كل وقتي لهذا الإشي، وإن شاء الله بالتطور. يعني في كتير صبايا ببعتوا إنه في مجال تعملي لنا دورات، في مجال، فلقدام إن شاء الله إنه ألاقي المكان والوقت المناسب إنه. جميل. طب شو في كمان افكار ممكن انه نعطيها للمشاهدين واللي بيحبوا هذا النوع من الفن وبيحبوا انه يزينوا بيوتهم فيه؟ ايش كمان ممكن انك توفري لهم منتجات من هذا الفن؟ انا اجمالا اي صوره ممكن تجيبي لي اياها او تبعتي لي اياها بقدر اصمم مثلها، لانه الخشب هذا مش جاهز، هذا احنا بنقصه حسب كيف انت رغبتك، قديش الحجم، قديش السمك. يعني حتى لو ممكن اعمل فازه انه تيجي بالطول بهذا الشكل وينحط فيها ورود. جميل. يعني هاي هي مش نموذج جاهز، انت السله بتشتغليها الخشب هذا من البدايه، صحيح؟ اكيد، هي بناء على طلبها قصيت الخشب بالحجم وبالسمك. طيب هذا النوع لما بنحطه في منازلنا كيف نحافظ عليه انه ما يتوسخ؟ كيف ممكن ننظفه كمان؟ لانه احنا بنحكي عن الوان فاتحه شوي، فممكن هي بحاجه لعنايه غير. صحيح. هل ممكن يخرب من المي؟ هل ممكن يخرب من عوامل معينه؟ هلا الخيط في نوعين، في انه بخرب من المي، والنوع الاغلى بتقدري تغسليه وبتقدري في دواء معين يعني زي فرشاي بيستخدم عليه بنطفه، بقيم كل اي بقعه عليه وما بيأثر عليه بتاتا ولا شيء ولا شيء. لما ينشف اللون بضله زي ما هو، بالعكس هو والشكل أحلى. كل ما هذا كانه تجديد. كانه تجديد. والخشب اللي موجود فيه كمان نعرف انه في بعض انواع الخشب مع المي ممكن انها تعفن او تخرب، فكيف بنحافظ عليه؟ اجمالا كل الخشب مع المي بخرب. يعني شو بتقدري، شو ما بدك انه تحطيه وين ما بدك، للشمس، لاي شيء الا المي. الا المي يعني بتخرب المي. طيب للي بتابعنا وحابب انه يعرف تفاصيل اكثر وكيف ممكن انه يتواصل معك لهي الاعمال، خلينا نحكي لهم شوي عن صفحتك وعن امكانيات التواصل. هلا الصفحه هي تيك سكرول، في توصيل طبعا لجميع المناطق، وبس من خلال الماسنجر على الصفحه بقدروا يطلبوا ويتواصلوا معي. وقديش بتاخذ وقت الطلبيه اللي بحاجه انه يوصل؟ هلا انا لما بكون سريعه يعني وما يكون في ضغط شغل خلال اسبوع، بس لما يكون في ضغط بيكون من اسبوع لاسبوعين. خلال اسبوع. مي احنا كثير سعيدين بوجودك معنا، واحنا عرفنا كمان انك جايبه لنا هاي، فشكرا جزيلا لك، ومكتوب عليها فلسطين هذا الصباح كمان. كل التوفيق لك وان شاء الله من نجاح لنجاح. شكرا. نورتينا. شكرا حبيبتي، سعد.